نظمت اليوم الثلاثاء أعوان الحماية المدنية لولاية غردايا حملة تحسيسية تزامنا مع وفاة الطالبة ناصرة بكوش بالإقامة الجامعية ولاد فاي 2 بالجزائر العاصمة، حيث استهدفت هذه الإقامة الجامعية 1000 سرير للإناث والإقامة الجامعية للذكور وكافة أفراد المجتمع المدني. نظمت اليوم مديرية الحماية المدنية لولاية غردايا بالتنسيق مع الوحدة الثانوية بنورة قافلة تعاونية تحسيسية لفائدة الطلبة والطالبات بالإقامتين 1000 سرير إناث وذكور. هذه الحملة تهدف إلى الحد أو التقليل من حوادث الاختناق وكذا الحوادث التي تسبب فيها الآلات الكهربائية. كما قدمت شروحات ونصائح مبسطة وإرشادات حول كيفية تفادي التعرض لخطر الاختناق بغاز أحادي الكربون. نشكر الحماية المدنية على هذه يعني التفاتة الرائعة التي من خلالها قدمت لنا عدة نصائح وتوجيهات يعني فيما يخص حمايتنا الذاتية وحمايتنا يعني ككل. يعني وبهذه المناسبة أترحم على روح الفقيدة ناصرة بكوش، وربي يرحمها ويرحم جميع موتى المسلمين. أتمنى أن تكون هذه الدورة دورية، مش صرا هذا المشكل الصديقة تاعنا في ولاد فايت ولا عديد من الأصدقاء هكذا تجينا هذه الدورات. تسمى لازم يكونوا مهيئين طالب العلم دائما كما الإسعافات الأولية، هذه الصوالح من أجل الوقاية، وهي حماية الطالب من هذه الآلات الكهربائية الحارقة وخاصة المقاوم الكهربائي الذي يستعمل أحيانا في بعض الأغراض للطلبة. لهذا إننا مستمرون في منع هؤلاء عن طريق في البوابة الرئيسية من طرف رجال الأمن الداخلي على مستوى الإقامة الجامعية، وكما أننا قمنا ببعض اللافتات التي تمنع ذلك، وهذا كله حماية للطالب. وكما أننا نجدد شكري للسيد مدير الحماية المدنية الذي هو بدوره قام بإرسال هؤلاء من أجل توعية الطالب ومن أجل هذا اليوم التحسيسي، وذلك تفاديا للوقوع في أي أخطار مباغتة للطالب. لتكون هذه الحملة همزة وصل بين الزبون ومصالح التوزيع.